ينضم إلينا من رفح مراسل العربي صالح الناطور. صالح، صباح الخير، أهلا بك معنا. ضعنا صالح في حصيلة يوم أمس وأيضا فجر اليوم. نبدأ أحمد بآخر هذه الغارات الإسرائيلية والقصف. قبل لحظات سمعت مرة أخرى أصوات الانفجارات من المناطق الغربية من مدينة خان يونس، والواضح من صوت هذه الانفجارات أنه قصف مدفعي على هذه المنطقة التي أيضا كانت قد شهدت في ساعات مبكرة من هذه الليلة حتى ساعات الفجر أيضا قذائف وإطلاق قذائف مدفعية باتجاه المناطق والأحياء السكنية الغربية المخيم الغربي وحي الأمل الذي يقع إلى المنطقة الشمالية من مستشفى ناصر، ومحيط المستشفى أيضا تعرض لقصف إسرائيلي في الساعات الماضية، بالإضافة أيضا إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا في منطقة عبسان الكبيرة، حيث شهدت هذه المنطقة أيضا قصفا مدفعيا إسرائيليا، في مقابل أيضا أن فصائل المقاومة الفلسطينية تحدثت عن اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة مع القوات الإسرائيلية. في الجنوب تحديدا إلى المنطقة الفاصلة ما بين مدينتي خان يونس ورفح، نتحدث عن منطقة مستشفى أو محيط مستشفى الأوروبي، كانت هناك غارة إسرائيلية على منزل، شهدان في هذه الغارة بالإضافة إلى عدد من الإصابات. وقبل أو فجر هذا اليوم كان أيضا هناك استهداف شقة سكنية في حي الجنينة، لكن فقط أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين في هذه الغارة الإسرائيلية. الأعنف على مدينة رفح هي كانت الغارة التي كانت تقريبا في حدود منتصف الليلة، حيث استهدف منزل في مناطق شمال مدينة رفح، وفي هذا الاستهداف أو أسفر هذا الاستهداف عن 4 شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحى. في مناطق وسط قطاع غزة القصف تركز مرة أخرى أيضا في مناطق النصيرات، وتحديدا في المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات، وفي مناطق الشرق من وسط قطاع غزة كانت هناك بعض القذائف المدفعية التي أطلقت على فترات زمنية مختلفة خلال الساعات الماضية. مدينة غزة الأحداث الأبرز فيها هي ما تزال في منطقة حي الزيتون، حيث قبل نحو ساعتين تقريبا أو أقل بقليل كان هناك غارات جوية إسرائيلية على هذا الحي، وسبق ذلك أيضا قصفا مدفعيا من قبل القوات الإسرائيلية والآليات التي تتمركز في شوارع رئيسية في على أطراف هذا الحي، وهي في محيط مسجد صلاح الدين، ومحيط هذا المسجد تم أيضا تعرضه للقصف في مرات سابقة من قبل هذه القوة الإسرائيلية المتوغلة، والتي توغلت كذلك إلى المنطقة الغربية من مفترق دولة في منتصف شارع 8 في محيط مسجد علي، وكذلك منطقة تعرف بمنطقة المصلبة. هذه المناطق أيضا تعرضت لقصف مدفعي على فترات مختلفة، في مقابل أيضا تبنت الفصائل الفلسطينية عمليات استهداف للقوات الإسرائيلية المتواغلة في هذه المناطق، سواء بقذائف الياسين أو قذائف الهاون، وكذلك عمليات قنص لقوات راجلة في المنطقة. المنطقة الغربية من مدينة غزة كان فيها أيضا في محيط ميدان النابلسي أيضا استهداف إسرائيلي، حيث يتجمع الناس مع كل خبر يتعلق بعملية إدخال مساعدات وشاحنات المساعدات إلى مدينة غزة، يتجمع الناس وبعض هؤلاء أتوا من مناطق شمال قطاع غزة بسبب المجاعة التي تتعرض لها هذه المنطقة ولا تصلها منذ أسابيع أي من هذه المساعدات. بعض الناس توجهوا إلى مدينة غزة من المناطق الشمالية على أمل الحصول على بعض الطعام من هذه الشاحنات التي تدخل من خلال هذه المنطقة، منطقة النابلسي، وتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية في الساعات الماضية، وأسفر ذلك عن أكثر من 10 شهداء في هذا الاستهداف الإسرائيلي.